want to react to the challenges and create a real impact. صور من الحملة الدعائية التي بدأها البرلمان الأوروبي من أجل حث الأوروبيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في ربيع العام المقبل. عن أهمية هذه الانتخابات تحدث إلى أودري تيلف من يورو نيوز النائب الأوروبي الألماني أوتمار كاراس. الانتخابات الأوروبية المقبلة مهمة جداً. إنها المرة الأولى التي ستقدم فيها كل كتلة نيابية مرشحها لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية. الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي بلغت كلفتها 16 مليون يورو وتهدف إلى تأمين نسبة مشاركة فعالة في هذه الانتخابات التي تسجل عادة نسبة كبيرة من الممتنعين عن التصويت. يؤكد النائب الأوروبي البريطاني نايجيل فرج أن الحملة لن تحدث فرقا لأن في بلدان الاتحاد الأوروبي غالبية ليست ممنونة من المسار الأوروبي الحالي. الحملة الانتخابية لاختيار النواب الأوروبيين في الربيع المقبل أعطيت عنواناً عاماً هو فعل وتفاعل وإنجاز.